لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب ببغداد عمر الفرحان. أهلا بك أستاذ عمر، وفي ظل هذا الوضع عن الحديث عن انتشال جثث من الموصل القديمة، إلى أي مدى يمكن برأيك أن مدينة الموصل القديمة بإمكانها استقبال النازحين في هذه الأوضاع؟ مرحبا بك. سأتكلم السمر التي اكتشفت الحروب والصراعات في العراق هي أزمة التدمير وأزمة القتل العشوائي، وهذه الجثث الأوبئة التي خلفتها هذه النزاعات والحروب التي قادتها القوات الحكومية والميليشيات بغرض تحرير ما يسمى تحرير المدن، ولكن على العكس على نقيض ما دعت به القوات الحكومية. فهذه الأوبئة والأمراض هي مدير شوم على هذه المدينة. استعادة الحكومة بالقوة وخاصة استعادة المدنيين إلى هذه المناطق، وبالتالي فإنهم معرضون بشكل خطير، وهذا أيضا يعرض الحكومة الحالية للمسائل القانونية، حيث القانون الدولي لا يجبر أي مواطن أو مدني الرجوع، خاصة في هذه الظروف في انتشار الأوبئة والأمراض، وهذا ما يسمى بالقتل العمد أو القتل الذي يتسبب في انتشار الأوبئة. وبالتالي الحكومة الحالية هي المسؤولة أولا وآخرا عن انتشار هذه الأوبئة وكثرة الجثث تحت الأنقاض، وهذا ما يستدعي جهودا دولية حتى تضغط على العباسي في نعم. في هذا السياق سيد فرحان، النائب انتصار الجبوري كانت قد صرحت أن نسبة الدمار في محافظة نينوى بلغت أكثر من 90%. مع هذا الحجم من الدمار، كيف يمكن فهم أو تفسير محاولات الحكومة في بغداد لإعادة النازحين؟ نعم، هي هذه سياسة كما قلنا سابقا، أن هذه ضمن سياسة العملية الانتخابية وجر الأصوات وما إلى ذلك من الوسائل الخبيثة والوسائل التي غير إنسانية التي تستهدفها القوات الحكومة في هذه الفترة بالذات، وهي تعلم علما يقين أن 90% وأكثر من 90% أن مدينة الموصل هي يعني مدمرة ولا يمكن استقبال أي نازحين، وبالتالي هي تضغط على في هذا الاتجاه حتى ممكن أن تستقبل أصوات أكثر، وليس في مدينة الموصل فحسب، وكذلك في بعض مناطق صلاح الدين وفي الأنبار وفي البرجة، وكل هذه المناطق هي غير مقبولة وغير مهيئة لأن تقوم بها هذه العمليات الانتخابية بما فيها، وبالتالي لأنهم يضغطون بهذا الاتجاه حتى يمكن الاستفادة من أصوات النازحين. هي مناطق غير مهيئة كما ذكرت أستاذ، وكذلك غير مهيئة كذلك في الهيئات والمباني الطبية، وفقا لما نقلته منظمة أطباء بلا حدود التي اعتبرت أن القطاع الصحي في العراق يشهد عدم استقرار مستمر. كيف تقرأ هذا التصريح لمنظمة أطباء بلا حدود؟ نعم، يعني منظمة أطباء بلا حدود والمنظمات المعنية في هذا الشأن تحذر دائما بأن هذه الأوبئة والأمراض التي تكتمل في هذه المدن والبلدات في الموصل وغير الموصل لا يمكن أن تستقبل أعداد النازحين، وإذا ما قامت الحكومة الحالية بفرض العودة القسرية وبفرض إرادتها على النازحين بأنهم يرجعوا، وفي غياب الاستعدادات الحكومية وفي إعدام الأمن وفي إعدام الصحة البيئية، هذا يؤثر سلبا على النازحين، ويجب أن تكون هناك يعني بعض الإجراءات الصحيحة وبعض الأمور التي ممكن من خلالها تهيئة المناخ الملائم حتى في ذلك الوقت ممكن الحديث عن استعادة النازحين إلى بلدانهم ومدنهم. أشكرك جزيل الشكر عمر الفرحان من المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب ببغداد.